صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير يا بسنت، وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وتحديدا من برنامجنا صباح الخير يا مصر. امبارح أنظار العالم كلها كانت متجهة لقارتي آسيا وأوروبا، علشان كده هنكون مع حضراتكم النهاردة في تغطية مباشرة لآخر التطورات والأحداث في الأزمة الروسية الأوكرانية، لأن من حوالي ساعتين تحديدا بدأت هجمات اليوم الثاني على التوالي في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. وكالة الأنباء الفرنسية قالت أن روسيا استأنفت الهجوم على كييف بالصواريخ، وطبعا في ال 24 ساعة اللي فاتوا كان في أحداث كتيرة متسارعة، لأن قدرت الضربات الجوية والصاروخية الروسية في أنها تحيد البنية التحتية لسلاح الجو الأوكراني والنقاط الحدودية الأوكرانية. كمان أعلن الجيش الروسي أنه حقق قدر كبير من أهدافه في اليوم الأول، وتعطيل 83 هدف أرضي للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية. طيب، على الجانب الآخر شفنا ردود الفعل سواء من التصريحات الغربية والأوروبية المنددة لهذا الفعل، وأيضا التصريح بتوقيع عقوبات اقتصادية على روسيا اللي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي وأمريكا في محاولة للضغط منها على روسيا بكل الأشكال الممكنة، ولكن حتى هذه اللحظة لم تحدث جدواها. في كل الأحوال يعني العمليات العسكرية بدأت ومحدش هيقدر يعرف هتوصل لحد فين، لأن في تطورات كتيرة بتحصل سياسية وعسكرية، وكمان تداعيات اقتصادية كبيرة سواء أسعار النفط أو البورصات العالمية. يمكن من ضمن التطورات العسكرية اللي أعلن عنها الجيش الأوكراني هي أن القوات الروسية بتهدف إلى الوصول للعاصمة الأوكرانية، ده غير أنها سيطرت على جزيرة زامني بالقرب من أوديسا، وكمان سيطرت على موقع تشيرنوبل النووي. وعشان كده خرج الرئيس الأوكراني وانتقد حلفائه وقال تركونا وحدنا لمواجهة روسيا. تركونا وحدنا لمواجهة روسيا، كانت هي زي ما قالت بسنت تصريح الرئيس الأوكراني. يمكن الرئيس الأوكراني قال كده لأن البيت الأبيض جدد التأكيد على أن واشنطن لن ترسل جنود إلى أوكرانيا ومش هتدخل في عمل عسكري في كييف. لكن خلينا أقول لحضراتكم أن النهاردة في مسار سياسي جديد للأزمة، لأن النهاردة مجلس الأمن الدولي هيعمل جلسة طارئة. الجلسة دي هتكون للتصويت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا. القرار ده بيدين روسيا ويطالبها بسحب قواتها من أوكرانيا، لكن مشروع القرار ده موضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة اللي بيتيح استخدام القوة لتطبيق هذا القرار. أكيد مهم أن يكون في تحركات سياسية ودبلوماسية. كمان في تصويت النهاردة في مجلس الأمن، ولازم ناخد في الاعتبار أن موسكو بطبيعة الحالة تستخدم حق الفيتو. على الجانب الآخر هيكون النهاردة في اجتماع لقادة حلف الناتو عشان يناقشوا الوضع في أوكرانيا والخطوات اللي المفروض يتوافقوا عليها. على كل الأحوال احنا النهاردة هنتابع مع حضرتكم تغطية تفصيلية للأحداث وكل المسارات الخاصة بالأزمة وماذا يحدث في أوكرانيا الآن. بنصبح لحضرتكم صباح الخير يا مصر. خلونا
نبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار المحلية اللي حصلت امبارح، والأهمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعزيز جهود رفع كفاءة الطرق والمحاور بالقاهرة، وأيضا وجه بالتعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتفقد سيادته نماذج من السيارات الكهربائية اللي هيتم تصنيعها محليا. وكمان رئيس السيسي ورئيس كازاخستان تبادلا الرؤى تجاه الملفات الإقليمية، والمتحدث العسكري أعلن عن تنظيم الدورة الثانية للملتقى الدولي السنوي لطلاب الدراسات العليا بالخارج. وإيه تاني يا أحمد؟ معنا كمان يا بسنت خبر بيقول إن رئيس الوزراء أعلن عن توجهات رئاسية بتنفيذ مشروعات بتحقق القيمة المضافة من خام الفوسفات. مدبولي كمان أكد أهمية النهوض بالصناعة الوطنية، وده لتلبية احتياجات السوق الخاص بالتصدير. رئيس الوزراء التقى بمحافظ البنك المركزي لمتابعة الموقف في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية، ومصر بتستضيف السياح الروس والأوكرانيين وإقامتهم بالفنادق حتى عودتهم لبلادهم. كمان معانا من الأخبار اللي هنعرضها النهاردة في ضمن أو من ضمن أخبارنا المحلية، خبر بيقول إن وزير التعليم العالي اطمئن على أحوال الطلاب المصريين بالجامعات الأوكرانية، بالإضافة لأن كمان وزيرة الهجرة قالت أو صرحت إن في غرفة عمليات مستمرة في التواصل مع المصريين بأوكرانيا. البداية معك يا بسنت. شكرا لك يا أحمد. السيد رئيس عبد الفتاح السيسي تابع امبارح الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، ووجه سيادته بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى عشان يكون في سيولة مرورية وتسهيل تحركات المواطنين. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع امبارح تابع فيه الموقف التنفيذي لاستراتيجيه الدوله لتوطين صناعه السيارات الكهربائيه في مصر، وتفقد السيد الرئيس نماذج من السيارات الكهربائيه اللي بيتم تصنيعها محليا، ووجه بتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوطين صناعه السيارات الكهربائيه، وهتكون بدايه المرحله التجميع لحد التصنيع المتكامل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور السيد محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة منصور شيفرولي، والسيد طارق عطا رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز، والمهندس لؤي الشرفة الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز للشرق الأوسط وأفريقيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع شركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية من مراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، مع الأخذ في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والمهندس محمد طلعت الاستشاري بمشروع مسجد مصر. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود تطوير الطرق والمحاور بغرب القاهرة، سواء من خلال توسعة المحاور الحالية أو إنشاء محاور جديدة، بما فيها إنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو بطول 12 كيلومتراً لتتكامل مع ما تم من تطوير بشرق القاهرة، وذلك في إطار العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى.
وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى بما فيها من خلال رفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها، فضلاً عن تطوير منظومة الطرق والمحاور بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وذلك تكاملاً مع ما تم في منطقة شرق القاهرة بهدف التخفيف على المواطنين بمنطقة غرب القاهرة والتي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة. كما تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مسجد مصر، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، لا سيما قاعة دار القرآن الكريم، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لكل من ساحة الشعب وساري العلم وكذلك القيادة الاستراتيجية. كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، لا سيما مدينة الجلالة وما تضمه من مناطق ترفيهية وسياحية، وكذلك الموقف التنفيذي للبنية الأساسية لمشروعات استصلاح الأراضي في منطقة جنوب الوادي بتوشكا. كما تم استعراض جهود تطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ استعداداً لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري، فضلاً عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ بما فيها رفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية بالمنطقة، حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير تلك المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان، بحيث تتضمن مباني خدمات إدارية شاملة على أعلى مستوى. امبارح كمان الرئيس تلقى اتصال هاتفي من قاسم توكايف رئيس كازاخستان، وتم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول الملفات الإقليمية، وكمان تم خلال الاتصال التطرق إلى بعض الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي بين البلدين وزيادة فرص الاستثمار المتبادل. كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمة في المنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية. أكد سيادته في الكلمة دي إن تأثيرات جائحة كورونا تجاوزت أكثر أزمات العالم فداحة، وإن الدول النامية عندها صعوبة في تجاوز تحديات هذه الجائحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، أتقدم بالشكر لمنظمة العمل الدولية على تنظيم هذا الحدث المهم الذي يجمع بين رؤساء الدول والحكومات بوصفهم المسؤولين عن صياغة وتنفيذ سياسات دولهم الوطنية، وبين قادة عدد من أهم المنظمات والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية الذين تساهم شراكتهم مع الحكومات في صياغة التوجهات العالمية لشتى القضايا الدولية التي تهمنا وتؤثر على شعوبنا ومستقبلنا، فضلا عن ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والذين يطلعون بدور بالغ الأهمية في عالم أصبحنا ندرك فيه جميعا حجم التداخل بين الأزمات الدولية المختلفة ومدى التأثير الواسع لها على كافة مناحي الحياة. من هذا المنطلق فلقد حرصت على أن أشارك معكم اليوم في هذا الحوار المهم حول التعافي من الجائحة ومستقبل النظام الدولي في عالم جديد آخذ في التشكل أمامنا يوما بعد يوم. فبعد أكثر من عامين على بداية أزمة دولية عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزت في تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحة، أظنكم ستتفقون معي أن أي محاولات للتغلب على تداعيات تلك الأزمة لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي.
فلقد كانت جائحة كورونا ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام، لا أزمة صحية فقط أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب. ولقد استطاعت مصر تجاوز الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية أثبتت نجاحها وفعاليتها ونبذل في الوقت الراهن جهودا شهدت لها مختلف الأطراف الدولية، مكنتنا من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم كافة الصعاب التي واجهناها ولا نزال، وساهمت في إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها. بل واستطاعت مصر أيضا رغم الأزمة أن تنفذ مبادرات طموحة لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجا من خلال مبادرة حياة كريمة ومد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر من خلال برنامج تكافل وكرامة، مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة فضلا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي والرقمنة. السيدات والسادة، تقتضي منا الصراحة التسليم بأن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جلي عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، يتعين علينا التوقف عندها وبحثها بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها. ولهذا فأود أن يكون حديثي معكم اليوم حول مستقبل النظام الدولي خلال السنوات القادمة وقدرته على الاستجابة للأزمات العالمية الطارئة وتبعاتها متعددة الأبعاد. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أطرح عليكم مجموعة من التساؤلات: هل يمكن لنا تحمل تبعات استمرار وجود نحو 61% من قوة العمل في العالم في إعداد الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن افتقار نحو 4 مليارات إنساني للضمان الاجتماعي؟ إذا كانت الإجابة بلا وأظنها كذلك، فيصبح التساؤل المنطقي الثاني: هل لدينا القدرة على الخروج جماعيا من الأزمة والتطلع إلى مستقبل أفضل؟ وإذا كانت الإجابة نعم وأظننا نردها كذلك، فأي طريق نسلك؟ هل نستمر على السياسات القديمة أم نحاول البحث عن سياسات جديدة؟ واسمحوا لي أيضا أن أضع أمامكم عددا من النقاط التي قد تساهم في النقاش حول هذه التساؤلات. أولا، أننا وقد اتفقنا على صعوبة الاستمرار على الوضع الحالي، فعلينا أن نتفق كذلك على أنه لا خروج من هذه الأزمة دون سياسات متكاملة وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك. وتلك التحديات ستجد الكثير من الدول النامية والأقل نموا صعوبة جمة في تجاوزها. ثانيا، إن التعافي من الأزمة ممكن إذا توفرت الإرادة الدولية الصادقة والتزمت جميع الأطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات في إطار من الشراكة الدولية الحقيقية ذات الآليات الواضحة والمسؤوليات المحددة. ثالثا، إن إعادة ترتيب الأولويات التي عادة ما تصاحب مراحل ما بعد الأزمات لابد ألا تنتهي بنا إلى مسارات متباينة يكون من شأنها عرقلة مساعينا الجماعية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة أو إضعاف الثقة
التي وضعناها جميعا في هذه الأهداف وآليات تنفيذها، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. رابعا، أهمية دور المؤسسات والمنظمات الدولية في صياغة سياسات للعمل تستطيع إيجاد حلول لمشكلات اجتماعية تنشأ وتتطور بسرعة بشكل ربما يتجاوز قدرة المنظومة الدولية الحالية على مواكبتها والتكيف معها. وأود هنا الإشارة إلى محورية ما تقوم به منظمة العمل الدولية في هذا السياق، خاصة النداء العالمي للتعافي الشامل والمستدام الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في عام 2021، ليكون منهاج عمل واضح لكافة الأطراف في سبيل تحقيق تعافي شامل ومستدام محوره الإنسان. السيدات والسادة، إن أزمة المناخ العالمية وتبعاتها السلبية ألقت بدون شك بظلالها على جهود دولنا في التعافي من الجائحة، وتجاوز تأثيراتها المتعددة خاصة في الدول النامية. وعلى الرغم من ذلك، فإن عالمنا اليوم لا يملك رفاهية الانتظار أو التقاعس عن القيام بالجهد المطلوب لمواجهة تغير المناخ ودرء آثاره. ومن ثم فإنني أؤكد مجددا على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها ورفع طموح عملها المناخي وفقا لاتفاق باريس دون الإخلال بمبادئ الإنصاف وعدالة الانتقال، مع توفير الحماية الاجتماعية ودعم جهود تحقيق التنمية والقضاء على الفقر. وإن ذلك لن يتأتى دون توفير بيئة دولية مواتية تساهم في حشد التمويل اللازم للدول النامية لدعم جهودها لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره وبناء القدرة على تحملها مع وضع التعهدات موضع التنفيذ وتقليص الفجوات التي يواجهها عمل المناخ الدولي على كافة الأصعدة. وهذا ما هو بعض ما نصب إلى تحقيقه خلال رئاسة مصر لقمة المناخ القادمة في شرم الشيخ نهاية العام الجاري. وسنعمل مع كافة الأطراف بحياد وشفافية في سبيل ذلك. ختاما، فإنني أتطلع لتلقي الخلاصات والنتائج التي ستصدر عن المنتدى والتي ستعكس النقاشات والمداولات القيمة التي دارت خلاله، وإنني لعلى ثقة أنها ستساهم في تعزيز فهمنا لحجم وأبعاد المشكلة العالمية التي نواجهها وسبل المضي قدما نحو إيجاد حلول ناجعة لها تحقق تطلعات شعوبنا وآمالها المشروع. وشكرا. المتحدث العسكري للقوات المسلحة قال إن هيتم تنظيم الدورة الثانية للملتقى الدولي السنوي لطلاب الدراسات العليا بالخارج تحت عنوان تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة، وده في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الأجهزة التعويضية بمصر. من أخبار مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة نروح لأخبار مجلس الوزراء، لأن امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه الخطط الاستراتيجية لاستخراج وتوفير خام الفوسفات عالي الجودة. وقال رئيس الوزراء إن الدولة بتشغل
وتعمل حاليا على إدارة الثروات المعدنية بالشكل الأمثل لها، وده من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتنفيذ مشروعات تحقق القيمة المضافة من خام الفوسفات. كمان الدكتور مدبولي تابع امبارح ملفات عمل وزارة التجارة والصناعة، وأكد رئيس الوزراء على أهمية النهوض بالصناعة الوطنية عشان تقدر أنها تلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير، وده بطبيعة الحال هيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد. الأزمة الروسية الأوكرانية بتلقي بظلالها على العالم كله، ما فيش حد بعيد عن دائرة التأثير والتأثر. علشان كده امبارح رئيس الوزراء عمل اجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزي علشان متابعة الموقف في ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية الأوكرانية. تم خلال الاجتماع الاطمئنان على وجود التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يساهم في توافرها بالأسواق وتخطي هذه الأزمة العالمية. وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني عمل امبارح اجتماع مع قيادات الوزارة وناقش تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحي، وخلال الاجتماع تم التأكيد على استضافة السياح الأوكرانيين والروس واستمرار إقامتهم في الفنادق اللي موجودين فيها لحين عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم. امبارح وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار تواصل مع السفير أيمن الجمال السفير المصري في أوكرانيا للاطمئنان على أحوال الطلاب المصريين اللي بيدرسوا في الجامعات الأوكرانية. وقال دكتور خالد عبد الغفار إن في تنسيق مع كل الأجهزة المعنية في مصر، وده للاطمئنان على سلامة الطلاب الموجودين في أوكرانيا. كمان السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عملت امبارح اجتماع عبر تطبيق زوم مع 60 مصري يمثلون معظم أعضاء الجالية في أوكرانيا، وقالت أن كل الجهات المعنية بتتابع باهتمام شديد ومستمر وضع الجالية في أوكرانيا، وأن غرفة عمليات الوزارة بتتواصل بشكل دائم مع أبناء الجالية لمتابعة تطور الأحداث والوقوف على احتياجات جميع المصريين في كل المدن الأوكرانية. وبكده مشاهدينا خلصنا مجموعة الأخبار الخاصة الأخبار المحلية اللي حصلت امبارح. هنطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم مستجدات الأحداث في الأزمة الروسية الأوكرانية.
رجعنا لحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، ولسه مستمرين معكم في تغطية تفصيلية للعملية العسكرية الموسعة الروسية ضد أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عمل خطاب في فيديو تم بثه على حساب الرئاسة الأوكرانية، وقال فيه أن كييف تركت وحدها في مواجهة الجيش الروسي ولا أحد مستعد للقتال مع أوكرانيا، وقال كمان أنه هيظل في العاصمة كييف ولن يخرج منها هو أو عائلته، وأن في 137 مواطن قتلوا و316 آخرين أصيبوا في المعارك. وفي الخطاب ده أعلن التعبئة العسكرية العامة للخاضعين للتجنيد العسكري ولجنود الاحتياط، لكنه قال أن القرار ده هيطبق في غضون 90 يوم في كل المناطق الأوكرانية. يمكن حديث الرئيس الأوكراني مستمر زي ما هو وبنفس اللهجة، لأنه منذ قليل أعلن أن العالم يشاهد ما يحدث في أوكرانيا ويتابع من بعيد. أيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت أن طموحات الرئيس الروسي أكبر من أوكرانيا، وقالت كمان أن في تواصل مع الكونغرس لتقديم يعني ما يحتاجه الأوكرانيين لمواجهة الأزمة، وتم تشكيل فريق للمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأوكراني. ولما تسألت عن إمكانية الدعم العسكري قالت أن الرئيس بايدن لا يفكر بإرسال قوات إلى أوكرانيا. We'll be right back.
عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ دعا لعقد قمة طارئة لأعضاء الحلف النهاردة عشان يتم مناقشة الوضع في أوكرانيا والخطوات اللي المفروض يتوافقوا عليها، وقال إن القمة هتناقش إجراءات حماية الحلفاء في الواقع الجديد، وفسر التوصيف اللي قاله الواقع الجديد بإن أوروبا ستكون مختلفة بعد اللي حصل امبارح. يمكن احنا بنتابع الان على الشاشه صور مباشره من العاصمه موسكو عاصمه روسيا، وايضا كييف عاصمه يعني اوكرانيا. في تصريحات خاصه يعني ظهرت منذ الامس للولايات المتحده والبانيا ودعوه للتصويت في مجلس الأمن الدولي النهاردة علشان مشروع قرار بيدين بشدة الهجوم الروسي على أوكرانيا ويطالب روسيا بسحب قواتها فورا. طبعا من الطبيعي أن روسيا هتلجأ لاستخدام حق الفيتو، لكن واشنطن بتعتبر أن لجوء روسيا إلى استخدام هذا الحق وهو حق الفيتو هيظهر وهيظهر عزلتها على الساحة الدولية. رئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعتبر هو صاحب التواصل الدبلوماسي في الأزمة، عشان كده اتصل امبارح بالليل برئيس الروسي فلاديمير بوتين وطالبه بأنه يوقف العمليات العسكرية الروسية بشكل فوري، لأن روسيا هتعرض نفسها لعقوبات كبيرة جدا. الكريملين قال أن بوتين شرح أسباب التحركات العسكرية وأن الاتصال جاء بمبادرة من ماكرون وأن الزعيمين اتفقوا على استمرار التواصل منهم. We'll be right back.
We'll be right back.
مشاهدينا موجز لأهم وآخر الأنباء مع ليندا. تفضل يا ليندا. شكرا بسنت. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير النقل. وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات على أوسع نطاق. أكد الرئيس السيسي ما تتسم به العلاقات المصرية الكازاخية من تميز، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة. تأكيد رئيس السيسي جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس كازاخستان قاسم توكاييف. وصرح متحدث الرئاسة بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات الصحة والزراعة والسياحة والثقافة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لأوكرانيا، مؤكدا أن القوات الروسية منعت من التقدم في معظم الاتجاهات. هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الهجوم الروسي على بلاده. وأشار مرسوم رئاسي إلى أن هذا الإجراء يتعلق بالخاضعين للتجنيد العسكري وبجنود الاحتياط، وسيطبق في غضون 90 يوما في كل المناطق الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني إن بلاده تركت وحيدة في مواجهة الجيش الروسي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يغادر العاصمة، مضيفا أن موسكو حددته على أنه الهدف الأول وأن عائلته هي الهدف الثاني. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا، ويطالب موسكو بالانسحاب الفوري وغير المشروط. هذا وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية لوكالة رويترز إن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة ينص على سيادة واستقلال وحدة أراضي أوكرانيا، ويدعو لإيصال سريع وآمن للمعونات الإنسانية دون عرق لمن يحتاجها، مضيفا أن مشروع القرار سيحال بعد ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم تقديم 300 مليون يورو من المساعدات والدعم العسكري لأوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي أضاف ماكرون أنه أجرى اتصالا هاتفيا صريحا ومباشرا وسريعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليطلب منه وقف العمليات العسكرية، مضيفا أن الرئيس الأوكراني طلب منه التواصل مع بوتين بسبب عدم تمكنه من الوصول إليه لطلب عقد مباحثات. وشدد ماكرون على أن بلاده ستضيف عقوباتها الخاصة إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما أعلن أن فرنسا ستسرع في نشر جنود في رومانيا في إطار حلف شمال الأطلسي ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا. من جهتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين أن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات على موسكو تستهدف 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، ومنها شركات في مجال الدفاع، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي سيحاسب الكرملين، لافتة إلى أن حظر الصادرات على روسيا سيؤثر على القطاع النفطي. وأوضحت أورسولا فاندرلاين أن العقوبات على روسيا منسقة مع الولايات المتحدة ودول أخرى، وأنها ستسبب زيادة تكاليف الاقتراض الروسية وسترفع التضخم هناك.
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده ستشدد العقوبات على روسيا لتشمل 3 مجالات، منها المؤسسات المالية وصادرات العتاد العسكري. وأضاف كيشيدا في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن القومي الياباني أن بلاده قررت تجميد إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس وتجميد أصول المؤسسات المالية والحد من صادرات البضائع لجهات على صلة بالقطاع العسكري، مضيفا أن اليابان ستبذل قصارى جهدها للحد من التأثير الاقتصادي عليها من تداعيات الأزمة. أعلن البنك المركزي الأوكراني حظر المدفوعات لكيانات في روسيا وبيلاروسيا، مضيفا أنه حظر كذلك العمليات التي تشمل عملتي البلدين، وذلك بعد يوم من شن روسيا هجوما على أوكرانيا. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. We'll be right back.
إذا مشاهدينا نتابع الآن لقطات مباشرة لمشاهد لأثار الضربات العسكرية على مدينة كييف. هذه الضربات الناتجة عن التدخل الذي قامت بها أو العملية العسكرية التي قامت بها روسيا على مدينة أو على دولة أوكرانيا منذ الساعات الأولى من فجر أمس. أيضا الرئيس الأوكراني في خبر عاجل الآن يقول أن روسيا ستضطر للحوار عاجلا أم آجلا. ووكالة الأخبار رويترز تقول أنباء عن سقوط ضحايا في قصف صاروخي على موقع حدودي أوكراني في منطقة زابورجا. وكالة الأنباء الأوكرانية: الجيش الأوكراني يستعيد السيطرة على مطار أنتونوف على بعد 10 كيلومتر من كييف. وكالة تاس الروسية تقول أن موسكو قد ترد على حظر تسيير رحلات شركة إيرفلوت إلى بريطانيا. الأوكراني: الضربات الروسية تستهدف كل من المواقع العسكرية والمدنية. وفي تصريحات عاجلة أيضا لنائب وزير الداخلية الأوكرانية يعلن استئناف الهجمات على كييف. وسائل إعلام: تحليق الطيران الحربي في أجواء العاصمة الأوكرانية. ومن الأخبار العاجلة التي وردت الآن: الرئيس الأوكراني يدعو الروس للتظاهر ضد الحرب في أوكرانيا. وسائل إعلام: دوي انفجار ضخم في العاصمة الأوكرانية كييف. وسائل الإعلام أيضا تعلن عن سلسلة من الانفجارات الضخمة في العاصمة كييف العاصمة الأوكرانية. المصرف المركزي الأوكراني يحظر المدفوعات لروسيا وبيلاروسيا والتعامل بعملتيهما. وسائل إعلام أوكرانية: الطيران الروسي يقصف مدرج مطار كييف الدولي. وكما نتابع الآن مع حضراتكم هذه المشاهد المباشرة لعمليات ربما هي عمليات إجلاء للضحايا أو المصابين في الموقع الذي تعرض لقصف من الطيران الروسي في العاصمة كييف، ومشاهد أيضا لإلحاق الضرر ببعض البنايات المتواجدة في موقع الحدث. الرئيس الأوكراني يقول أن العقوبات المفروضة على روسيا غير كافية. أوكرانيا تقول أن روسيا تستهدف كييف بالصواريخ بشكل مروع. الرئيس الأوكراني: العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد. رئيس أوكرانيا أيضا يقول عبر تصريحاته التي تخرج من آن لآخر في خضم هذه الأزمة والتدخل العسكري في العاصمة كييف أن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات. الرئيس الأوكراني يقول أن جميع قواتهم العسكرية تقوم بواجبتها للدفاع عن بلادهم. نائب وزير الدفاع الأوكراني: الوحدات العسكرية ما زالت تدافع عن مواقعها رغم قلة عددها. وأيضا هناك تصريحات أخرى للجيش الأوكراني تقول أن هناك دبابات تقوم الآن بالدخول في عدد من المواقع المختلفة. ربما هناك حالة من تضارب التصريحات، لأن منذ قليل أيضا أعلن الرئيس الأوكراني بوقف التقدم في عدد من المدن الموجودة، فلا يعلم أحد حتى هذه اللحظة مدى صحة أي من هذه التصريحات. مستشار الحكومة الأوكرانية: اليوم سيكون أصعب يوم. نائب وزير الدفاع الأوكراني أيضا في تصريحات له: القوات الروسية قد تدخل مناطق خارج كييف اليوم. المحكمة الجنائية الدولية: يجوز التحقيق في أي جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب قد يتم ارتكابها في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يشيد ببطولة الأوكرانيين في وجه الهجوم الروسي. الرئيس الأوكراني: روسيا ستضطر للحوار عاجلا أم آجلا. We'll be right back.
مشاهدينا نتابع معكم الآن لقطات حصرية ولقطات مباشرة لأثار الدمار التي حدثت في العاصمة كييف العاصمة الأوكرانية. هذه الصور المباشرة التي تأتي بالتزامن مع يعني ما قاله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الروسية التي تهاجم بلاده توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات، وأكد أن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي لأوكرانيا، لكن قواتها منعت من التقدم في معظم الاتجاهات. وأضاف الرئيس الأوكراني في كلمة بثها التلفزيون أن الضربات الروسية استهدفت أهدافا عسكرية ومدنية على حد سواء، واعتبر أن العقوبات المفروضة على روسيا غير كافية، مضيفا أن العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد. مستمرين مع حضرتكم في تغطية تفصيلية لما يحدث من عملية عسكرية موسعة من الجانب الروسي على الأراضي الأوكرانية. وأعلن الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على مطار أنتونوف الحيوي الواقع على بعد 10 كيلومتر من العاصمة كييف. وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية أنه تمت استعادة السيطرة على المطار الواقع في غوستوميل الذي تعرض لهجوم روسي الخميس. وكان الجيش الأوكراني أعلن الخميس استمرار القتال للسيطرة على مطار أنتونوف. أيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض جان ساكي قالت إن طموحات الرئيس الروسي أكبر من أوكرانيا، وقالت إنه في تواصل مع الكونغرس بشكل مباشر لتقييم ما تحتاجه أوكرانيا في الوقت الراهن لمواجهة الأزمة، وتم تشكيل فريق للمساعدة الإنسانية من أجل دعم الشعب الأوكراني. وفي سؤال لها عن إمكانية الدعم العسكري قالت إن الرئيس بايدن لا يفكر في إرسال أي قوات إلى أوكرانيا. أيضا أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ دعا لعقد قمة طارئة لأعضاء الحلف النهاردة عشان يتم مناقشة الوضع في أوكرانيا والخطوات اللي المفروض يتم التوافق عليها. وقال إن القمة هتناقش إجراءات حماية الحلفاء في الواقع الجديد، وفسر التوصيف اللي قاله الواقع الجديد بأن أوروبا ستكون مختلفة بعد اللي حصل امبارح. الولايات المتحدة وألبانيا يدعو إلى تصويت في مجلس الأمن لمشروع قرار يدين بشدة الهجوم الروسي على أوكرانيا اليوم، ويطالب روسيا بسحب قواتها فورا. وطبعا من الطبيعي أن روسيا هتلجأ لاستخدام حق الفيتو، لكن واشنطن بتعتبر أن لجوء روسيا إلى استخدام الفيتو يظهر عزلتها على الساحة الدولية. We'll be right back.
رئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعتبر هو صاحب التواصل الدبلوماسي في الأزمة، عشان كده اتصل امبارح بالليل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلبه بأنه يوقف العملية العسكرية الروسية بشكل فوري، لأن روسيا هتعرض نفسها لعقوبات كبيرة جدا. الكريملين قال أن بوتين شرح أسباب التحركات العسكرية وأن الاتصال جاء بمبادرة من ماكرون وأن الزعيمين اتفقوا على استمرار التواصل بينهم. الرئيس الأمريكي جو بايدن كتب على حسابه الرسمي على تويتر وقال إن العقوبات اللي فرضتها أمريكا بدأت تتحقق وتحقق تأثير في الاقتصاد الروسي، وقال شفنا تأثير ده على العملة الروسية اللي هبطت لأدنى مستوى ليها، وده غير إنه تم فرض عقوبات على بنوك روسيا لديها أصول بتريليون دولار. وكمان ظهر بايدن في خطاب ليه وقال إن كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الخاصة الروسية تعمل على تأمين إقليم دونباس كما تعمل على نزع السلاح منه. وشهد إقليم دونباس إجلاء نحو 113 ألف شخص من الإقليم إلى روسيا منذ 18 فبراير. كما أعلنت الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يستهدف مواقع عسكرية فقط في أوكرانيا. وكان فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني قد أعلن قبل قليل أن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات، وأن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في 4 صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم. وأضاف زيلينسكي الرئيس الأوكراني أن الضربات الروسية تستهدف كل من المواقع العسكرية والمدنية، وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت قبل قليل في أجواء العاصمة الأوكرانية كييف. وبمناسبة العقوبات، الاتحاد الأوروبي هو كمان وافق على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا. العقوبات دي بتستهدف قطاعات المال، الطاقة، النقل. وفي بيان للاتحاد الأوروبي لم يعلن عن نوعية العقوبات، لكنه وصفها بأنها هائلة وخطيرة، وقال إنها تتضمن تدابير لها علاقة بالسلع المدنية والعسكرية وإصدار التأشيرات. كمان وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي قال إن طوكيو هتجمد الأصول في بعض البنوك الروسية. ووزير الصناعة الياباني قال في مؤتمر صحفي إن اليابان هتاخد خطوات سريعة للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود اللي ارتفعت بشكل كبير بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. طيب إيه اللي بيحصل على الأرض دلوقتي في أوكرانيا؟ دلوقتي الجيش الأوكراني بيقول إن القوات الروسية بتهدف إلى إغلاق العاصمة الأوكرانية كييف مع عمل ممر بري على الساحل الجنوبي باتجاه شبه جزيرة القرم ومنطقة في مولادوفا. وكمان الشرطة الأوكرانية قالت إن القوات الروسية بتسيطر على جزيرة زميني بالقرب من أوديسا. كمان الرئاسة الأوكرانية قالت إن القوات الروسية سيطرت على موقع تشيرنوبيل النووي بعد معركة شرسة خاضتها مع القوات الأوكرانية. ووكالة الطاقة الذرية طلعت بيان قالت فيه إنه تم إيقاف تشغيل المحطة وما حصلش أي دمار في الموقع الصناعي، لكنها طلبت بتجنب الإجراءات اللي قد تعرض المنشآت النووية للخطر. We'll be right back.
ما زلنا مشاهدينا نرصد لكم فعاليات ما يتم في العملية الروسية الأوكرانية، حيث دعا منذ قليل الرئيس الأوكراني الروس للتظاهر ضد الحرب في أوكرانيا. الخارجية الأمريكية بلينكن بحث مع نظيره الإماراتي العمليات العسكرية على أوكرانيا. التلفزيون الرسمي الأوكراني: كييف تطلق إنذار بعد الضربات الصاروخية الروسية عليها. رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: عملياتنا العسكرية هدفها وقف التهديدات الأوكرانية. تاس الروسية: الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك وجولجوفكا في إقليم دونباس. الرئيس الأوكراني: يجب أن ندفع روسيا إلى طاولة المفاوضات. نائب وزير الدفاع الأوكراني: وحدات الجيش الأوكراني تدافع عن مواقعها في 4 جهات رغم التفوق العددي الروسي. We'll be right back.
مشاهدينا موجز اهم واخر الانباء مع ليندا، تفضل يا ليندا. شكرا بسنت. 9 بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير النقل. وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات على أوسع نطاق. أكد الرئيس السيسي ما تتسم به العلاقات المصرية الكازاخية من تميز، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة. تأكيد الرئيس السيسي جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس كازاخستان قاسم توقييف. وصرح متحدث الرئاسة بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات الصحة والزراعة والسياحة والثقافة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة 4 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لأوكرانيا، مؤكدا أن القوات الروسية منعت من التقدم في معظم الاتجاهات. هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الهجوم الروسي على بلاده. وأشار مرسوم رئاسي إلى أن هذا الإجراء يتعلق بالخاضعين للتجنيد العسكري وبجنود الاحتياط، وسيطبق في غضون 90 يوما في كل المناطق الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني إن بلاده تركت وحيدة في مواجهة الجيش الروسي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يغادر العاصمة، مضيفا أن موسكو حددته على أنه الهدف الأول وأن عائلته هي الهدف الثاني. قال التلفزيون الأوكراني إن العاصمة كييف أطلقت إنذارا من غارات جوية بعد الضربات الصاروخية الروسية التي وقعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وحثت السلطات البلدية الناس على التوجه إلى أقرب ملاجئ. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا، ويطالب موسكو بالانسحاب الفوري وغير المشروط. هذا وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية لوكالة رويترز إن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة ينص على سيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا، ويدعو لإيصال سريع وآمن للمعونات الإنسانية دون عراقيل لمن يحتاجها، مضيفا أن مشروع القرار سيحال بعد ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم تقديم 300 مليون يورو من المساعدات والدعم العسكري لأوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي أضاف ماكرون أنه أجرى اتصالا هاتفيا صريحا ومباشرا وسريعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليطلب منه وقف العمليات العسكرية، مضيفا أن الرئيس الأوكراني طلب منه التواصل مع بوتين بسبب عدم تمكنه من الوصول إليه لطلب عقد مباحثات. وشدد ماكرون على أن بلاده ستضيف عقوباتها الخاصة إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما أعلن أن فرنسا ستسرع في نشر جنود في رومانيا في إطار حلف شمال الأطلسي ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا. نهاية موجز 9، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
مشاهدينا مستمرين مع حضرتكم في التغطية التفصيلية لما يحدث على الأراضي الأوكرانية. رئيس أوكرانيا يطالب أعضاء الناتو بتقديم مساعدات دفاعية لصد الهجوم الروسي. المحكمة الجنائية الدولية مكتب المدعي العام للمحكمة تحديدا يقول مستمرون في متابعة الوضع عن كثب في أوكرانيا. وزراء الاقتصاد والمالية في أوروبا يجتمعون اليوم في باريس لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية. وزير الدفاع البريطاني: روسيا لم تأخذ أي من أهدافها الرئيسية. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: تطورات أوكرانيا تثير قلقا متزايدا. بعد خسائر فادحة بورصة موسكو تقفز بنحو 17% في مستهل تعاملات اليوم الجمعة. قال مستشار الحكومة الأوكرانية أن بلاده مستعدة لاستخدام الصواريخ المضادة للدبابات للدفاع عن العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدا أن روسيا تخطط لدخول كييف بالدبابات، مشيرا إلى أن اليوم سيكون الأصعب على أوكرانيا. وأيضا يأتي ذلك في وقت كان فيه فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني قد أعلن قبل قليل أن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات، وأن روسيا استأنفت ضربتها الصاروخية في 4 صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم لكييف. وكمان قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أن استمرار العدوان الروسي يظهر أن عقوبات الغرب على موسكو ليست كافية، مشيرا إلى أن روسيا ستضطر للحوار عاجلا أم آجلا، كما دعا المواطنين الروس للتظاهر ضد الحرب في أوكرانيا. وكان فولديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني قد أعلن قبل قليل أن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات، وأن روسيا استأنفت ضربتها الصاروخية في 4 صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم. وأضاف أيضا فولديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني أن الضربات الروسية تستهدف كلا من المواقع العسكرية والمدنية، وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت قبل قليل في أجواء العاصمة الأوكرانية كييف. طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول أعضاء الناتو بتقديم مساعدات دفاعية لصد الهجوم الروسي، قائلا أنه يجب أن يتم دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا على أنه موجود في العاصمة الأوكرانية كييف مع شعبه. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن أن استمرار العدوان الروسي يظهر أن عقوبات الغرب على موسكو ليست كافية، مشيرا إلى أن روسيا ستضطر للحوار عاجلا أم آجلا، كما دعا المواطنين الروس للتظاهر ضد الحرب في أوكرانيا. وكما أعلن فولديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات، وأن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في 4 صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم. وأضاف زيلينسكي الرئيس الأوكراني أن الضربات الروسية تستهدف كل من المواقع العسكرية والمدنية، وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت قبل قليل في أجواء العاصمة الأوكرانية كييف. We'll be right back.
مشاهدينا نتابع معكم الآن مستجدات الوضع في وتطورات الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية. منذ قليل أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا فرض بلاده عقوبات جديدة على روسيا، وذلك على خلفية الوضع في أوكرانيا، لتضم بذلك وتنضم إلى الولايات المتحدة وأوروبا في حشد الضغط على موسكو. وأكد كوشيدا في مؤتمر صحفي طارئ عقده صباح اليوم الجمعة حسب ما أوردته وكالة الأنباء كيودو اليابانية أن بلاده قررت تجميد إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس وتجميد أصول المؤسسات المالية والحد من صادرات بضائع يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، موضحا أن الوضع في منتهى الخطورة وله تداعيات على النظام الدولي ليس في أوروبا فحسب بل في آسيا وخارجها. جاء الإعلان بعد ساعات من إدانة قادة مجموعة الدول السبع لروسيا وتعهدهم باتخاذ جزاءات اقتصادية ومالية شديدة ومنسقة، وذلك ردا على هجومها في أوكرانيا. كما أكد إصرار بلاده على عدم السماح بأي تغيير للوضع الراهن بقوة في إدانة واضحة للهجوم العسكري الروسي باعتباره انتهاكا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية. وقال رئيس الوزراء الياباني أن العقوبات هي نتيجة تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهي ترمز إلى قوة الوحدة في الجهود الرامية إلى منع المزيد من التصعيد. امتنع أيضا كوشيدا عن التعليق على إمكانية فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي أو فصل روسيا عن نظام سويفت، وذلك للتعاملات المصرفية، مؤكدا أن الجانب الياباني سيتخذ خطواته بناء على تطور الأوضاع وبالتنسيق مع مجموعة السبع والمجتمع الدولي. أكدت كوريا الجنوبية أنها لا تفكر في فرض عقوبات أحادية الجانب خاصة بروسيا. وقال بارك سو هيون السكرتير الأول للاتصالات العامة في المكتب الرئاسي بسيول منذ قليل أن كوريا الجنوبية ستنضم إلى العقوبات الدولية ضد روسيا، لكنها لا تفكر في فرض عقوبات أحادية الجانب خاصة بها، وأضاف أنها ليست حقبة يمكننا فيها القيام بشيء بشكل مستقل. هذا يعني أنه إذا فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات على روسيا فستنضم إليهم بشكل رسمي لأننا متصلون ببعضنا. روسيا تقول إن عملياتها مستمرة لليوم الثاني في أوكرانيا. الجيش الأوكراني يقول إنه يقاتل القوات الروسية خارج العاصمة كييف. وزير الدفاع البريطاني: تقديراتنا أن روسيا خسرت أكثر من 450 جنديا في أوكرانيا. وزيرة الدفاع الفرنسية: سنتخذ قرارنا بشأن إرسال أسلحة لأوكرانيا قريبا جدا. فرنسا: بوتين يريد إخراج أوكرانيا من خارطة العالم. We'll be right back.
كده مشاهدينا نكون معاكم على مدار 3 ساعات فاتت، قلنا تغطية تفصيلية لما يحدث على الأراضي الأوكرانية. خلصت حلقتنا من صباح الخير يا مصر، إلى لقاء جديد في حلقة قادمة غدا بمشيئة الله تعالى.